منذ 18 سنة، والكار رفيق عم جمع المداح من مدينة بوكطب في كسب قوتها. هو أحد النازحين من البادية إلى المدينة لكسب القوت بعرق الجبين. خادم له قاع كويطات بالتصويرة بالصويل حتورا لقط منه في الكسرة والحمد لله. أمثال عم جمع المداح كثر ببوكطب، فهم من مربي الماشية الذين قضى الجفاف على ماشيتهم واضطرهم للزحف على المدينة للاشتغال على الكارو. الخدمة الحلالية اللي نخدم بها على 5 ولاد و6 بنات. أي كف الخبز مسكين ما لاقيش عليها وين، كاين اللي قاع ماهو ساكن، السكنة ماهو ساكن، كي يدير؟ لازم يركب فوق كارو ويدور، سيرو ما ياكل. الكارو لكسب القوت أو عندما تتقطع سبل العيش بالموال.